تتولى اليوم وزارة الداخلية عرض النقاط الخمسة المتعلقة بمشروعها خلال 100 يوم. أكيد تعرفون أنتم النقاط الخمسة، ولكن استعرضوها من بعض ما يسالش. بداية بدأت وزارة الداخلية سعى المشروع الأول اللي هو مشروع القانون المتعلق بحماية الاعتداءات على الأمنيين والمقرات قوات الحمل السلاح. تعرفوا أن القانون هذا كان مطمح ومأمل الكثير من القوات الحمل السلاح في تونس، عسكريين وأمنيين. وطبعا لذلك وعمل تعديلات السيد رئيس الحكومة، تولى مجلس الوزراء النظر في هذا القانون في 8 أبريل 2015، تم التعرض له خلال جلستين ومجلسين وزاريين مضيقين قبل ذلك، الأول بتاريخ 3 مارس والثاني بتاريخ 19 مارس، وعدد 3 مجالس وزاريين قبل إحالة هذا القانون إلى مجلس نواب الشعب. القانون هذا يلزم الجميع يعرف أنه انطلقت الأشغال متاعه والتحضيرية ليه منذ سنة 2012. القانون هذا جاء لتكريس مجموعة من المعايير الدولية المتعلقة بحماية الأمنيين والمقرات الأمنية أثناء مباشرة لأدائهم لوظيفهم ذي الطابع الخاص، وذي جاء طبقا لتوصيات صادرة عن أكثر من لائحة عن المؤتمر الأممي، مثلا المؤتمر الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين بكوبا سنة 1990، اللي أكد على أن القوات الحامل السلاح في حاجة إلى قوانين تحميها باعتبارها تؤدي خدمة اجتماعية بالغة الأهمية. ومن ثم كانت هناك حاجة إلى تهيئة ظروف عمل مناسبة لهذه القوات وتحسين أوضاعهم حيثما يقتضي الأمر. كما تضمن التوصيات ذات المؤتمر أن موظفي إنفاذ القوانين يؤدون دورا حيويا في حماية حق الفرد في الحياة والحرية والأمن مثل ما يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويؤكده العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهو ما يفرض العناية بدور هؤلاء الموظفين ومسؤولياتهم عن صون الأمن العام والسلم الاجتماعي مع إلاء الاعتبار الواجب لسلامتهم الشخصية، وذلك في إطار التشريعات الوطنية للدول الأعضاء. يشتمل مجال تطبيق القانون على يخص بالذات أعوان قوات الأمن الداخلي، أمن وحرس وحماية مدنية، وأعوان السجون والإصلاح، أعوان أمن رئيس الجمهورية، كما ينسحب على أعوان القوات المسلحة العسكرية إضافة لأعوان الديوان الحامل للسلاح. إن الحماية من التهديدات والاعتداءات تخص تلك التي يتعرض لها الفرد أو العون بسبب مباشرته لوظيفه أو بمناسبتها أو بمجرد صفتهم الأمنية أو العسكرية أو الديوانية. الحماية تشمل الجانب العون، كذلك تشمل القرين والأصول والفروع والأشخاص الذين هم في كفالته قانونا. هذا القانون أتى على تجريم تعطيل السير العادي للمصالح الأمنية والعسكرية بقصد الإضرار بالملك العام والأمن العام، تجريم الاعتداءات على قوة الأمن الداخلي باعتبارها هيئة رسمية بتحقير هذه القوات أو الحط من معنوياتها أو تحطيم معنوياتها، تجريم حرق وإتلاف أو هدم المقرات أو المعدات، تجريم التهديدات والاعتداءات على أعوان قوة الأمن الداخلي والعسكري وذويهم وممتلكاته، نفي المسؤولية الجزائية عن عون قوة الأمن الداخلي أو العسكري عند رده باستعمال القوة على الاعتداءات الخطيرة بشروط أن يكون استعمال القوة ضرورية، وأن تكون الوسائل المستخدمة هي الوحيدة الكفيلة برد الاعتداء، وضرورة أن يكون الرد متناسبا مع خطورة الاعتداء. تضمن هذا القانون كذلك إقرارا صريحا من الدولة بتكفلها بجبر الأضرار المادية اللاحقة بالممتلكات عون قوة الأمن الداخلي أو العسكري أو أحد ذويه، وتحمل الدولة محله لاسترجاع هذه المصاريف في مواجهة مرتكبي الفعل الاعتداء. وتبقى طبعا وزارة الداخلية منفتحة على كل الملاحظات والتصورات والمناقشات بخصوص مشروع القانون المذكور، واللي باش يكون الخوض فيها اساسا صلب مجلس نواب الشعب. الاجراء الثاني اللي تعهدت به وزارة الداخلية في نطاق ما تعهد به سيد رئيس الحكومة البرنامج بتاع الحكومة خلال 100 يوم يتعلق بوضع تصور لمنهجية واضحة لتجسيم مسار اللامركزية والحوكمة المحلية المنصوص عليها بالباب 7 من الدستور.
في الإطار هذا شرعت وزارة الداخلية في الأعداد لمتطلبات تجسيم المسار المركزي الجديد منذ أكثر من 3 سنوات، وذلك بتنظيم العديد من الملتقيات والندوات الإقليمية والوطنية بمشاركة المتهتمين بالشأن المحلي من خبراء وجامعين ومختلف مكونات المجتمع المدني واستشارة الجهات. وللغرض تم إعداد تصور عن عملي سيتم عرضه على أعضاء الحكومة يتضمن تركيز اللجان التالية: اللجنة العليا للمركزية، لجنة التواصل والإعلام، لجنة فنية عامة، وست لجان قطاعية ستتناول مسائل هامة على غرار إعادة تأهيل الموارد البشرية بالجهات ومراجعة المالية المحلية، كذلك الاختصاصات الممكن تحويلها للجماعات المحلية مثل ما نص عليها الدستور ومسألة التقسيم الترابي والتهيئة الترابية. وفي نفس السياق تم تكوين فرق من الخبراء متعددي الاختصاصات في الشأن المحلي شرعت في أعداد أهم النصوص القانونية المتعلقة بتجسيم المسار اللامركزي مثل قانون انتخاب البلديات والجهات، قانون أساسي الجماعات المحلية البلديات والجهات، قانون أساسي لميزانية الجماعات المحلية، النصوص المتعلقة بالتهيئة الترابية والتعمير والبلديات، القانون التوجيهي للامركزية. ويؤمل الانتهاء من الصياغة الأولية لمشاريع القوانين قبل موافقة شهر مايو 2015 ليتم عرضها على أنظار الحكومة ضمن وثيقة التصور المتعلق بتجسيم المسار اللامركزي. طبعا هذا يحيلنا كذلك على تسجيل وزارة الداخلية لافتتاح أو تدشين مركز دعم اللامركزية بتونس العاصمة اللي أشرف على تدشينه يوم السبت الماضي السيد رئيس الحكومة. كان الكثير منكم حاضرين وتابعوا الزيارة وعمل التدشين، وهو مركز متطور يخول لأعوان البلديات وإطارات البلديات التكوين سواء كان حضوريا مباشرا بالمركز أو وهذا النوعية الجديدة التكوين عن بعد عن طريق التواصل عن بعد من خلال من انطلاق المقر عملها. والحقيقة المركز هذا على ما شفته مع سيد رئيس الحكومة مركز تعتز به تونس، لأنه مؤكد أنه في قادم الأيام سيكون مركز ليس فقط له إشاعة على تونس ولكن سيكون مركز له القدرة على احتضان متكونين من خارج تونس وأساسا بدينا نطلقوا من طلبات بعض الدول الأفريقية اللي تأمل أن يوفق لها المركز على أن يتكون أعوانها وإداراتها وإطاراتها صلب هذا المركز. وهذه مفخر من مفاخر جديدة لتونس لمشروع ممتاز جدا، مركز متميز من حيث الكفاءات ومن حيث التجهيزات ومن حيث القدرة وعلى التواصل مع أعوان البلديات والجهات على مستوى الجهوي. وهذه فرصة فعلا عن طريق التكوين عن بعد هو أحد ركائز التجسيم مسار المركزي. الإجراء الثالث هو إعادة النظر في تركيبة المجال الأمانية ذات الخصوصية للمجالس الجهوية في اتجاه تمثيل المنظمات الوطنية وتأمين استقرار واستمرارية العمل البلدي إلى حين تنظيم الانتخابات البلدية، وذلك من خلال حل النيابة الخصوصية العاجزة عن تسيير الشأن البلدي واستبدالها. بالنسبة لإعادة تركيبة النيابة الخصوصية للمجالس الجهوية على مستوى الولايات، تم ضبط تركيبة النيابة الخصوصية للمجالس الجهوية باختلاف الأمر عدد 122 الصادر في 10 أوت 2012 والذي تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 4240 لسنة 2014 المؤرخ في 12 ديسمبر 2014 بالتنصيص على أنها تضم النواب المنتخبين على الولاية بمجلس النواب الشعب بصفتهم أعضاء خلفا للنواب المنتخبين على الولاية بمجلس التأسيسي. ونظرا لكون بلادنا تعيش وتحتاج إلى فترة خلال الفترة القادمة إلى أقصى مستوى من الاستقرار الاجتماعي وتهيئة كافة الطاقات وتضافر الجهود لتتمكن من دفع مسيرة التنمية بالجهات وتعزيز الاستثمار بها وإحداث مواطن الشغل وتحسين ظروف العيش للمواطن. لذلك عملت الوزارة صلب برنامج الحكومة على وضع مسألة توسيع تركيبة النيابة الخصوصية للمجالس الجهوية لتشمل الممثلين الجهويين لأهم المنظمات الوطنية ضمن أولويات عملها. وسيمكن هذا التمشي من أولا مواكبة موارد الدستور وخاصة الفصل 139 منها الذي نص على أنه تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية ومبادئ الحوكمة المفتوحة لضمان إسهام أوسع المواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يقتضيه مبادئ القانون. تجسيم التوصيات الصادرة عن الندوة الدورية للسادة الولايات المنعقدة بتاريخ 21 فيفري 2015 بمقر ثكنة العوينة تحت إشراف سيد رئيس الحكومة
اللي ما كانت من ضمن التوصيات نتاعها فعلا هو توسيع تركيبة النيابات الخصوصية للمجلس الجهوي على مستوى كل ولاية. تجسيم التوصيات الأخذ بعين الاعتبار لما أفرزه الواقع من ضرورة ملحة لتشريك مكونات المجتمع المدني في العمل التنموي من نظر لما يمكن أن يساهم به في معالجة بعض الإشكاليات التي تتعرض تقدم إنجاز المشاريع والبرامج العمومية في الجهات وخاصة منها إقناع المواطنين المعترضين والتخليص من الاحتجاجات والإضرابات وغيرها من الصعوبات. طبعا ديما التمشي يراد من خلاله تكريس مبادئ التشاركية والتسيير التشاركي والديمقراطية المحلية. ولتجسيم هذا التمشي تولت وزارة الداخلية أعداد مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1122 لسنة 2012 المذكور سابقا وإحالته بتاريخ 14 أبريل الفارط إلى رئيس الحكومة لإتمام موجبات النشر. هذا وتجدر الإشارة إلى أن باب المشاركة في إشغال النيابات الخصوصية للمجالس الجهوية يبقى مفتوح أمام ممثلي ما بعض الهياكل ومكونات المجتمع المدني والخبرات والكفاءات، حيث أنه عمل بفصل 6 من القانون الأساسي المتعلق بالمجالس الجهوية، فإنه يمكن للوالي دعوة كل من يراه من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية لحضور دورة اجتماع المجلس النيابي الخصوصي حسب طبيعة المسائل المدرجة بجدول الأعمال. ثانيا، تأمين استقرار واستمرار العمل البلدي لحين تنظيم الانتخابات البلدية القادمة. تولى في هذا الإطار السادة الولايات خلال شهر مارس تقييم أداء النيابات الخصوصية ومد وزارة الداخلية بمقترحاتهم في هذا الصدد. وطبعا لذلك تولت المصالح المعنية بوزارة الداخلية إعداد وإحالة 65 مشروع أمر إلى رئاسة الحكومة تتعلق بتسوية الوضعيات التالية. تعرفوا أهمية العمل البلدي ولمساته الواضحة والملموسة، تأثيره المباشر على رأي المواطن وعلى خدمة المواطن، لأن البلديات لم تخلق ولم تجعل إلا لسبب واحد وهي خدمة مواطنيها. عدد 19 من الأمر من جملة 22 تتعلق بحل المجالس البلدية القائمة منذ انتخابات ماي 2010 وتعويضها بنيابات خصوصية جديدة. تعرفوا النيابات الخصوصية هناك عدد من البلديات ما زالت مباشرة لمهامها منذ 2010، وباعتبار أن الانتخابات صارت في ماي 2010 فبالتالي في كل الأحوال هذه المجالس فقدت شرعيتها الانتخابية بمجرد حلول وانتهاء 5 سنوات اللي انتخبت من أجلها، وبالتالي قانونا ما عادش ممكن نواصله بنفس التركيبة لأنه فقدت شرعيتها الانتخابية التي حصلت عليها في 2010 وما نجموش نمدولها لأنه ما ثماش حتى سند قانوني يخون لنا أن نمدولها. عدد 26 أمر تتعلق بحل النيابات الخصوصية التي حلت محلها لجان تسيير وقتية وتسمية نيابات خصوصية جديدة في الغرض. هذه 26 أمر يتعلقوا بنيابات خصوصية تم حلها وتسمية على رأسها لجان تسيير مؤقتة، وهذا يتم إسانسيال مو في 2014 في نطاق تيسير مهام النيابات الخصوصية وخاصة المحافظة على الخدمات المقدمة للمواطن. لكن اللجان هذه تم تكليفها بمقتضى سلطة الحلول اللي تخول وزارة الداخلية حل النيابات الخصوصية وتكليف الوالي بتكليف لجنة تسيير محلية أو بلدية تدير شأن البلد. الحقيقة كي رجعنا للقوانين في غياب أو أمام انتفاء أمر عدد 12 بتاع 2012 في مؤرخ في 10 أوت متعلق بأحداث النيابات الخصوصية على المستوى البلدي، الأمر هذا فقد وجوده بمجرد الإعلان عن تبني الدستور الجديد. أبقى السند الوحيد هو قانون البلدية بتاع 75 اللي ما فيش حتى إشارة إلى إحداث لجان تسيير، وإنما فيه نيابة خصوصية، تركيبة نيابة خصوصية. عدد 20 أمر تتعلق بحل النيابات الخصوصية التي تشهد صعوبات والتي أصبحت عاجزة على القيام بمهامها وتعويضها بنيابات جديدة. هناك الكثير من النيابات الخصوصية اللي أصبحت فعلا معطلة في أداء مهامها لأسباب شتى، ثم لأسباب ذات طابع سياسي باعتبار تجاذبات سياسية التي أدت إلى تعطيل عملها، ثم عامل الاستقالات المتعددة داخل أكثر من نيابة خصوصية، ثم الخلافات ثم زاد أسباب ذات طابع قانوني قضائي تتعلق بصدور بعض الأحكام اللي قضت ببطلان تركيبة النيابة الخصوصية أو الإعلان عنها. وذلك كل
بالنسبة لنا المواطن التونسي ما عنده حتى ذنب تجاه هذه الصعوبات. المواطن من حقه باش يطالب بنية بخصوصية تخدمه، تحلوا مشاكله، توفر له النظافة، تحلوا مشاكل تراخيص البناء، تسوي له المطالب اللي يتقدم بها على مستوى خدمات البلدية. وفي هذا الإطار خلينا التمشي هذايا من أجل أنه أولا تشخيص الوضع كما هو، ثم بعد عملية التشخيص بدينا ندخل في مجموعة من القرارات من حين فاعل سيد رئيس الحكومة لتصدر فيما بعد مجموعة من الأوامر الحكومية تقتضي تنصيب نيابات خصوصية وفق مقتضيات قانون 75 بتركيبتها القانونية الجديدة اللي باش تتولى خدمة المواطن خلال الفترة القادمة إلى حين إجراء انتخابات البلدية القادمة. وسيتم استكمال توجيه مشاريع الأوامر الحكومية إلى رئاسة الحكومة تبعا وذلك اتباعا وذلك قبل موافقة شهر مايو الجاري. تعرفوا اللي 65 حل 65 نيابة خصوصية مش كافي، ويبقى العدد الكبير اللي هو في طور التشخيص وإعداد الأوامر، وذلك كل شيء يجي تباعا خلال الفترة القادمة. الإجراء الرابع هو الانطلاق في إعداد الدراسات المتعلقة بتهذيب 81 حي. واللي الإجراء هذا بشيش من 278 ألف ساكن تقريبا، تشمل 10 مجالس قروية و 59 بلدية، مبرمج سنة 2015 من جملة 220 حي بالتنسيق مع مصالح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية. تعرفوا اللي العمل البلدي زاد من ضمن المشاغل نتاعو والاهتمامات نتاعو هو العمل داخل الأحياء الشعبية في مجال الفضاء البلدي. في هذا الإطار شرعت الوزارة في إعداد دراسة الأحياء المعنية بهذا الإجراء وتحديد حاجياتها والتي تخص 81 حي. كما تم الاتفاق مع الهياكل المعنية، كي نقولوا الهياكل المعنية نعم وزارة التجهيز وزارة البيئة، على أن يكون انطلاق من إجراء الدراسات الأولية أواخر شهر أبريل 2015، وقد شرعنا في ذلك بقسط الأول يوسع على النحو التالي: 71 حي من 59 بلدية بكلفة تناهز 62.650 مليون دينار، وتشمل 250,200 ساكن. 10 أحياء ب 10 مجالس قروية بكلفة 11 مليون دينار فاصل 150,000، وتشمل 28,200 ساكن. ستتعهد في هذا الصدد 19 بلدية بتهذيب 24 حي بكلفة 22.5 مليون دينار، في حين ستتكفل وكالة التهذيب والتجديد العمراني بتهذيب 57 حي بكلفة 51.3 مليون دينار، وبالتالي 51 مع 24 يكونوا هذوكم 81 حي في كامل أنحاء الجمهورية في هذه المرحلة. مهم جدا تهذيب الأحياء على اعتبار ما لنوعية هذا التدخل في نطاق العمل البلدي وبالتنسيق مع هيكل وزارة التجهيز وزارة البيئة. الحقيقة احنا كحكومة وكوزارة الداخلية وبتعليمات من السيد رئيس الحكومة كانت واضحة في أن المشاريع هذه تكون عندها أولوية مطلقة من حيث المعالجة والشروع في الإنجاز وإتمامها خلال سنة 2015، نظرا لما لها من علاقة واضحة حول بتغيير جودة الحياة في المناطق هذه وفي الأحياء الشعبية. وكي نحكوا على أحياء شعبية نحكوا على أحياء يعيش فيها مواطنين ومواطنات التوانسة أعزاء علينا، لكن يعيشوا بدون كهرباء، يعيشوا بدون طريق، يعيشوا بدون أناس، يعيشوا ما وصلناش نحكوا على الغاز دوفيل وغيره، نحكوا على المقتضيات الدنيا لحياة كريمة. 81 حي، لكن بحول الله وهذه عزيمة صادقة للحكومة والوزارة الداخلية أن ننجحوا في تهذيبها خلال وحدة 2015 تكون فعلا. وأنا عشت باعتباري كنت والي في أحد الولايات العزيزة في تونس وهي المهدية، وعشت تهذيب بعض الأحياء وأشرفت عليها. الحقيقة كانت معناها نقلة نوعية لنوعية الحياة داخل الحي. أنا نفكر حي برج عريف في ولاية المهدية كيف دخلت في مايو 2011 ثم كيفاش ولى من بعد، معناها أصبح حي يتيم فيه العيش بكل أريحية وبكل كرامة للتلميذ والمرأة والرجل، الإنارة الطريق المعبد بلون روبي وقتها في 2011، معناها حتى الأستاذ والمعلم كي تصب المطر ما عادش يقدر أنه يغادر المدرسة، تالي الموت ثم بركة بتاع ماء قدام المدرسة. هذا يكون خذا وقت صحيح، لكن فعلا تهذيب أحياء بالطريقة اللي معتمدة في تونس الآن في نطاق حوكمة شفافة رشيدة، في نطاق خاصة متابعة دقيقة للملف هذا،
فعلا نجم راه نوصلوا الى انه المواطن التونسي فعلا يحس بتغيير على مستوى جوده الحياه ويحس بنوعيه اخرى من العنايه من طرف الدوله من الحكومه، لانه هذا هو الملموس اللي يحبه المواطن، والحكومه هذه مع تلبيه الملموس الواضح اللي يعيش فيه المواطن يوميا، لانه مش من لايق بينا في دوله في 2015 انه تبقى احياء في تونس ما فيهاش بلاص، تبقى احياء في تونس ما فيهاش كليرج بيبليك في الليل. تعرفوا انه تهذيب الحياه وتهذيب الاحياء الشعبيه وتغيير نمط الحياه داخل هذه الاحياء من اثاره الايجابيه هو على النفسيه بتاع البشر، اثاره الايجابيه على مستوى التوجه الذهني للفرد الساكن في هذا الحي اللي يخليه يفكر بطريقه اخرى، يفكر ايجابي ويستبعد عليه كل الاحاسيس بالظلم والنقمه والاقصاء، وهو محق طالما انه ما يلقاش دوله وحكومه تسانده وتغير له نمط حياته وتقف معاه وتقرب وتمسه مباشره في حياته. وسيقتصر التدخل في هذا البرنامج على البنيه الاساسيه والمتمثله اساسا فيه. هذه نوعية تدخلات على مستوى 81 الحي، تعبيد الطرقات ومد الأرصفة هذا مهم جدا، التنوير العمومي، تصريف مياه الأمطار، ثم تصريف المياه المستعملة. احنا كي ننجحوا في النقاط هذوما الأربعة على مستوى كل حي مستهدف خلال واحدة من خلال التدخل بتاع 81 حي، فعلا نكونوا حققنا نقلة نوعية في 81 حي في تونس. وثم القائمة ستتواصل، لأنه في تونس والجميع يعلم كي نحكوا على أحياء نحكوا على أحياء فيها فقط مسكن يأوي ساكنه، أكثر من ذلك ما ثم حاجة، ربما ثم الربط بالكهرباء والماء صالح الشراب، فيما زاد على ذلك مستوى مناطق خضراء، مستوى طرقات، مستوى أوناس، مستوى تصريف مياه الأمطار. لا وجود لأي بنية تحتية من هذا القبيل، وهذا باش يخلي بحول الله 81 حي تحصل نقلة نوعية. ولما المواطن يحس بتدخل ناجع للحكومة في الميدان راه يولي فعلا يولي عنده ثقة في الدولة، ثقة في الحكومة، في نفس الوقت أمل في المستقبل. الإجراء الخامس والأخير هو تكثيف التغطية البلدية بالتراب الجمهورية بإحداث 17 بلدية جديدة. تعرفوا أنه الدستور التونسي الجديد، دستور الجمهورية الثانية، عنده توجه وكرس توجه هو تغطية الجمهورية بالفضاء البلدي. بالطبيعة احنا كوزارة الداخلية مطالبين باش نواكبوا التوجهات الدستورية والتوجهات المشرع. في هذا الإطار شرعنا في إعداد طبعا تنفيذ قرارات المجلس الوزاري للمضايق المعقد في تاريخ 5 مارس 2015 القاضية بإحداث 17 بلدية جديدة بالمعتمديات غير المشمولة بالنظام البلدي. فإن وزارة الداخلية تتولى حاليا العمل على تجسيم هذه الإجراءات وفق التالي. تولت الوزارة تنظيم يوم إعلامي يوم 12 مارس 2015 حول إجراءات إحداث البلديات بحضور كافة الأطراف المعنية. تولى 12 المجلس الجهوي التداول بشأن إقرار مبدأ إحداث 17 بلدية وتسميتها لتغطي كامل تراب المعتمدين. تم التنسيق مع المركز الوطني للاستشعار عن بعد للشروع بداية من 6 فبراير 2015 في إعداد الأمثلة ومحاضرة التحديد وضبط حدود المناطق البلدية المجمع أحداثها بالتنسيق مع ديوان قياس الأراضي ورسم الخرائط والمسح العقاري. وسيتم على أثر ذلك توجيه الأوامر المتعلقة بالأحداث إلى رئاسة الحكومة في أجل أقصاه شهر مايو 2015. تعرفوا أحداث بلديات ليس بالأمر الهين، وإنما يخضع لإعداد دراسات واضحة عندها علاقة بنسبة السكان، انتشار التوزيع السكاني، البنية التحتية، نوعية الخدمات المتواجدة في الفضاء البلدي المزمع أحداثه. هذا كل زاد ما يجبش يتم دون عرض الموضوع على المجلس الجهوي الذي له سلطة القرار على مستوى الجهة لأحداث وترتيب الأولويات في خصوص أحداث بلديات جديدة. طبعا هذا التمشي تم احترامه، احنا الآن في آخر المراحل قبل تمرير مجموعة من الأوامر المتعلقة بأحداث بلديات جديدة إلى رئاسة الحكومة. هذا ما لدينا في خصوص الخمس اجراءات المستعجله المتعلقه بعمل وزاره الداخليه خلال فتره 100 يوم. ووزاره الداخليه هي جزء من تركيبه الحكومه وجزء من عمل الحكومه. نتمنى ان يكون كنت واضحه معكم بخصوص الاجراءات الخمس.